هل يعود عمران خان من وجهة نظرك إلى رئاسة الوزراء من بوابة البنجاب بعد هذا الانتصار الذي حققه هناك؟ سيد الفاضل، دعني أرد فقط في على عجالة على ضيفك الكريم بخصوص حديثي عن الرعاية العمرانية في موضوع البترول. نفسه شهباز شريف وعد ب أعطى علاوات للموظفين، هذه ميزانية التي تحدث عنها ضيفك الكريم أن مفتاح إسماعيل وزير المالية يقول ليس هناك أموال في الخزانة. وعد بعلاوات رئيس الوزراء شهباز شريف برواتب زيادة في رواتب المتقاعدين، زيادة في رواتب الموظفين 10 و15%. دعني حتى أسأل عن الرعاية العمرانية التي تحدث عنها في موضوع البترول، لماذا لا نتحدث عن الرعاية المتروية الخاصة بالمترو بس في لاهور في إسلام أباد؟ سافروا في شهر رمضان مجانا، هذه السفريات من إلى في إسلام أباد من فيض أباد إلى المطار هذه مجانا، تتحمل تكلفة الحكومة. ألا تتحمل هذه الرعاية المتروية تتحملها وزارة المالية الباكستانية؟ ما الذي كان يعني ما فارق الإشكالية ما بين الطرفين؟ أم نسي ضيفك الكريم ما قام بإسحاق دار حينما دخل في تحدي مع الشيخ رشيد في موضوع تثبيت العملة الباكستانية مقابل الدولار، ليتحمل أو تتحمل الخزانة أو وزارة المالية آنذاك عبئا كبيرا من أجل أن يبقى سعر الصرف ثابتا أمام الدولار؟ دعني أسأل سؤالا آخر. أيام عمران خان حينما وصل إلى الحكم كان سعر الدولار مقابل الروبية 130 أو 128 روبية تقريبا، حينما تمت عملية التصويت وبدأوا في عملية التصويت كان سعر الصرف 170 أو 178 روبية، حينما تمت الإطاحة بعمران خان كان 188 روبية، يوم تولى شهباز شريف كان 181 روبية، اليوم وصل سعر الصرف إلى 225 روبية. هل أيضا هذا تتحمله الحكومة؟ طيب، ويتحمله عمران خان؟ ننتقل للنقطة سيد فريد. نعم، هل يعود عمران خان من بوابة البنجاب لرئاسة الوزراء؟ تفضل. في حال تم طبعا يوم 22 يوليو هو موعد التصويت في داخل البرلمان الباكستاني، سوف يصوت أعضاء البرلمان على من سوف يستحق أن يكون حكومة أو أن يصبح رئيس وزراء إقليم البنجاب، ما بين طبعا مرشح حزب الرابطة الإسلامية حمزة شهباز، وهناك أيضا مرشح لحركة الإنصاف. حتى هذه اللحظة هناك حديث عن برويز إلهي، وهناك حديث عن ابن شاه محمود قريشي. لم يتم حاليا حتى هذه اللحظة يعني الحديث من سوف يكون مرشح حزب الإنصاف. في حال تم تشكيل حكومة لحزب الإنصاف في إقليم البنجاب، سوف تكون هذه أول حكومة في التاريخ الباكستاني تحكم فقط المنطقة الفيدرالية، يعني العاصمة إسلام أباد، وتحكم إقليم السند، ليس هناك إقليم آخر. إذا الحكومة سوف تصبح يعني في أسوأ ظروفها من ناحية الحكم. عمران خان نعم بإمكانها العودة، ولكن ليس عن طريق بوابة إقليم عن بوابة البنجاب، وإنما في حال حدوث انتخابات مبكرة. في حال حدثت انتخابات مبكرة يعتبر هو الشخص الأبرز للفوز، ما عدا في حالة واحدة وهي نادرة جدا أو تعتبر استثناء، وهو في حال عاد نواز شريف من لندن. في حال عاد نواز شريف من لندن فنحن نتكلم عن صراع شديد جدا ومحتدم في إقليم البنجاب ما بين نواز شريف.